الشباب اللي تقهون، ما جاتكم القهوة للحين؟ بعد من زين فعلكم تتقهون بعد؟ السلام عليكم. مساكم الله بالخير. وش اللي حاصل عندكم انتم؟ وش هالتطاولات على المقدمين؟ وش هالفرد العضلات على الهواء؟ وش الاشياء اللي المؤسفه هذه اللي شفناها؟ تاخرنا في العقوبات صح؟ تاخرنا في الاستبعاد. وعطناكم وجه اكثر من اللازم. عشان كذا شفنا الاشياء اللي ما سمعناها في التصفيات يوم جيتونا في التصفيات. وين وعودكم انتم؟ أنا بنسوي بنكون نسخة مختلفة وين الكلام هذا؟ ولا خلاص خذينا شهر شفنا أنفسنا على الشاشة وعلى الناس الموجودين؟ ما في احترام لا للمقدمين ولا قوانين البرنامج ولا الأنظمة؟ مو على كيفكم ترى؟ ولا راح نمشي الأمور على كيفكم؟ وقبلكم حاولوا ولا قدروا. تجي تستعرضي عضلاتك عندي هنا. أنت هنا متسابق. لا تطلع من هالإطار، وأنا أحذرك لا تطلع من إطار المتسابق عشان ما تمسك الباب. أعرف دورك اللي أنت جاي فيه.